السلام عليكم. هنشوف مع بعض النهاردة الجي كات والال كات وازاي نقدر نعملهم على البريمير كطريقة من طرق الانتقال يعني ما بين المشاهد. طبعا الجي كات زي ما هنشوف الصوت بتاع المشهد التاني هو اللي بيجي على المشهد الاولاني، تمام؟ بمعنى ان انا بيكون عندي مشهدين وبيبدأ صوت المشهد التاني ولازال المشهد الاول انا شايفه. بمعنى ايه؟ تعالوا نعمل نيو بروجكت كده، تمام، ونسميه جي كات مثلا، جي كات. طبعا سبب تسميته بجي كات او حتى سبب تسميه ال كات ان ده بيبقى شكل اللايرز نفسها في ترتيبها. تعالوا كده نعمل امبورت ل ملفين كده عندنا ونشوف موضوع الجي كات. هاخد هنا ده وده ونبص كده مع بعض عليه. دول مقطعين من فيلم افاتار. تعالوا نبص كده على المقطع الاولاني ده. المفروض عندي هنا ان ده المشهد الاولاني الدنيا بيحصل فيها كده، في ترقب كده حاصل هنا، تمام. اثناء ما ده حاصل هنخش بالصوت التاني بتاع المشهد اللي بعديه اللي هو ده. طيب اول حاجه احنا بنحط الاثنين مع بعض على نفس الايه اللي هي زي ما احنا شايفين كده. تاني حاجه بمنتهى البساطه بخش هنا اخد الاداه اللي اسمها رولينج اديت تول، هي دي. لازم طبعا عشان ده يحصل ابدا ان انا اقطع من الفيديو نفسه اللي عندي عشان اعرف اقطع منه، يعني اخد منه عشان اعرف. بمعنى ان مثلا هنا ممكن اجي مثلا هنا كده اهو الاول واقوم اقطع هنا اهو واطير كده الحتة دي، تمام، وهنا برضو ممكن نبدأ برضو هنا كده. ممكن نقطع كده هنا مثلا، تعالى نطلع كده واحدة بس، ممكن نقطع هنا كمان كده كده ممكن نشتغل. هاخد هنا بقى الجزء ده كده وبمنتهى البساطة هاخد زي ما قلنا الرولينج ايديت تول وهقوم ساحب هنا كده وانا معلق ايدي على الالت في الاتجاه ده كده، تمام. بصوا الصوت هنا دخل ازاي جوه، تمام. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض اللي حصل. الصوت بدأ بتاع المشهد الثاني قبل ما المشهد نفسه يخش زي ما احنا شايفينه. المشهد نفسه داخل، لو جينا بصينا هنا كده هنلاقي ان هو بيصنع حرف الجي اهو، لو بصيت كده ده كده حرف الجي، فده كده الجي كات. تعالوا بقى نشوف ال كات. هعمل هنا كده new project وهسميه ال cut وهخش هنا اعمل import لملفين تانيين وليكن مثلا الملف ده. هناخد الجزء التاني من الفيديو او يعني مقطع الفيديو التاني عشان نعمل دلوقتي ال cut، وهاخد مثلا الجزء ده وهقول له new sequence from clip عشان يعمل لي سيكونس جديد اهو زي ما احنا شايفين، وهمسك بقى الملف التاني هحطه هنا كده. المفروض ان انا دلوقتي هبدا وانا هنا كده، تمام،
أبدأ ألاقي إن الصوت نفسه بيكمل معايا المشهد اللي بعديه. بس خلينا نقلب بقى عشان يبقى الموضوع برضو إيه واقعي أكتر يعني. يعني ناخد دول نحطهم هنا كده مثلا، ناخد دول هما اللي نحطهم في الأول، يبقى الموضوع برضو إيه أكثر واقعية يعني. تمام، ممكن طبعا هنا كده بس أكبر. ممكن أقطع مثلا هنا كده، ممكن نقطع هنا برضو اهو نفس الكلام برضو مثلا الحتة اللي هما نايمين فيها في الآخر دي. يعني ممكن نقطع هنا مثلا أو نقطع هنا مثلا، وخلينا نبدأ نسحب هنا زي ما جربنا كده المرة اللي فاتت، ونشوف هنا الـ LCUT هيعمل معانا ايه. نعلق ايدنا على Alt بس نسحب كده. كده مثلا تعالوا نشوف. بتاع المشهد الأولاني كمل في المشهد التاني. تمام، ممكن حتى نقص من مكان تاني مثلا، نقص هنا مثلا عشان الموضوع برضه ايه يبقى ألطف يعني، أو يبقى ليه يعني شوية ايه معنى بدل ما التسقيف هو اللي جه في المشهد التاني. أجي هنا كده أهو، اخد برضو الرولينج وعلى ايدي بس على الالت واسحب شوية. تمام، شوف كده مع بعض. ده ما احنا شايفينه اهو. Thank you. تمام، ممكن حتى نقص مثلا، ممكن نقص من هنا كده احسن عشان برضو يبقى الدنيا افضل يعني. اجي هنا اهو ايه زي ما قلنا، ازوم بس شوية كده. لغاية هنا حبيت طبعا في أي وقت إن أنا أشد تاني، ممكن أشد لغاية هنا واضح معايا. تمام، يبقى احنا شفنا كده مع بعض ال L cut وال J cut.